لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. نافع العريبي حالة عبير موسى صحية متدهورة. أكد نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسى رئيسة الحزب الدستور الحر اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2023 أن الحالة الصحية لعبير موسى من داخل سجن الإيقاف تدهورت بشكل خطير. وبيّن العريبي في تصريح لإذاعة ديوان اف ام أن عبير موسى تعاني من التهاب في المفاصل من قبل، ولكن تواتر عمليات دفعها من قبل الوحدات الأمنية خلال الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها زاد في حدة الآلام، مشيرة لأنها كانت تلتقي لأخذ المسكنات العادية في السجن ورفضت تناول أدوية ضد الآلام من الدرجة الثانية باعتبارها تستوجب فحوصات طبية معمقة. في سياق متصل قال العريبي أن نوبته تتعرض إلى العنف المعنوي داخل السجن باعتبار أنه تم منع الجرائد والمجلات عنها، وقال أن النوبة عبير موسى تتعرض للعنف داخل السجن الذي هي بداخله، وأيضا رفضت تناول أدوية ضد الآلام من الدرجة الثانية وهي تتناول مسكنات عادية في السجن بسبب شدة الآلام التي تعاني منها عبير موسى، حيث قال إنه سيتم التقدم بشكوى في هذا الأمر.